أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم المسائية. الليلة عنوان حلقتنا الرجل بضم النون، وحنناقش أركان عقد الصلح بين الزوجين وأيضا الوسائل التي تحقق الصلح بين الزوجين مع ضيفي من داخل الاستوديو الدكتور الفاتح اليسع مستشار قانوني. أهلا ومرحبا بك دكتور الفاتح. الله يسلم، مرحب فيك ومرحب بالمشاهدين والمستمعين ومرحب برنامج المسائية ومرحب بشاشة السوداني 24 الآن. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم في حلقتنا. ونحن كالعادة قبل ما نبدأ ونخش في محاور الحلقة خلينا نطلع تقريرنا لحلقة اليوم ونرجع لكم أعزائنا المشاهدين. رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية وبنشكر في التقرير إعداد هويدة توم والصوت أحمد سالم، وبالعودة لضيفنا وموضوعنا من داخل الاستوديو الدكتور الفاتح وإضاءات حول الصلح بين الزوجين. وفي البداية تعريف الصلح بين الزوجين دكتور الفاتح. كويس، خلينا ولا أعلق على التقرير. تفضل. التقرير ما شاء الله جدا شامل ويحتوى على كل المشكلة اللي هو موضوع الحلقة. نعم. فإذا دلفنا أو دخلنا لتعريف الصلح بين الزوجين، الصلح بين الزوجين، الصلح أصلا كلمة إصلاح هو اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع الغائم بيناتهم بشكل ودي. نعم. وكلمة الصلح نفسها جاية من الإصلاح، واللي هي ضد الفساد، اللي هي المصالحة والمسالمة. نعم. بين الطرفين. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والصلح خير، والصلح خير. وذكر أيضا أنه الصلح لا خير في كثير من أيهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هكذا ورد في القرآن موضوع الصلح. نعم. فالصلح عموما يعني يعتبر صدقة جارية للشخص المصلح. وزي ما ذكر الآن تقريركم أنه إذا تدخلت في صلح بين الزوجين، وحتى الولد إذا مثلا صار صالح وكذا ودعا لك، فأنت تكسب الأجر من هذا الصلح اللي قمت به. نعم. فالصلح عموما كله خير. صحيح. زي ما ذكر في القرآن الكريم. صحيح. ده تعريف موجز على الصلح بين الأطراف. طيب دكتور الفاتح، أهمية الصلح بين الزوجين في شنو تكون أهميته؟ أكيد طبعا أول حاجة بالنسبة للصلح بين الزوجين، أول حاجة الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع. نعم. اللي هي إذا كانت هذه اللبنة صالحة فيصلح المجتمع كله، وإذا كانت هذه اللبنة فاسدة يفسد المجتمع. فلذلك عانى الإسلام والتشريعات الوضعية والتشريعات الدولية كلها بالاهتمام بموضوع الأسرة، لأنها هي النواة اللي هي بتكون الأسرة أو بتكون المجتمع. أنه الأسرة هي اللي بتكون، فالأسرة عمادة الزوجين. فإذا كان هؤلاء الأزواج عاشوا مسالمين وعاشوا في وئام وفي مودة، فبذلك حتى تصلح هذه الأسرة للمجتمع. فلذلك لا بد من التدخل من الأغربين ومن في الإصلاح بين الزوجين. والإصلاح بين الزوجين دائما بيكون من الناس الأغربين في حالة التراضي أو في حالة الده. نعم. طيب يعني هل له أقسام الصلح دكتور الفاتح؟ هو الصلح عموما لديه أقسام، أما الصلح بين الزوجين ما له أقسام. نعم. ولكن الصلح مثلا يكون من الزوج والزوجة، الصلح بين الأفراد، الصلح بين الجماعات، الصلح بين القبائل، الصلح بين الدول، ده الصلح بطريقة عامة أو بشكل عام. أما فيما يخص الصلح بين الزوجين لا يوجد أقسام لهذا الصلح. نعم. طيب يعني أنواع الصلح بين الزوجين هل بتحدد، هل لها أقسام محددة أو أنواع محددة؟ فيما يخص الأنواع حقت الأزواج، طيب إذا كان في خصام بين الزوجين وهم الزوجين دي عايزين يحلوه، يا إما يحلوه بطريقة، النوع الأول يحلوه بطريقة رضائية بالتراضي بيناتهم
ولا طريقة رضائية وغير غضائية. نعم. ولا تكون طريقة بواسطة الغضاء. بطريقة رضائية بتكون الآن في شكل البيت أو المجتمع أو كذا قبل الدخول للمحكمة، وإذا كان بطريقة غضائية يبقى بتحل في بالمحكمة، سواء في أول جلسة أو ثاني جلسة أو في أي مرحلة من مراحل الدعوة. نعم. فهذه تتمثل في الأنواع الصلح بين الطرفين. نعم، قضائية أو غير قضائية. غضائية أو غير غضائية. نعم. أو رضائية بين الأطراف فيها. أيوة، مرات الزوجين ما يرضوا بالحل أو تتكرر المشكلة يقولوا لا نمشي للقضاء. فنحن دائما دعوتنا بأنه الصلح أنه يبقى بين الزوجين في قبل الغضاء. نعم. حتى يتحقق الفائدة الأكبر وينصلح الحل. نعم، بإذن الله دكتور الفاتح. وأيضا يعني نحن لما نجي نتكلم عن أهمية الصلح بين الزوجين، حابين برضو نتكلم عن الوسائل اللي بتحقق الصلح بين الزوجين دكتور الفاتح. والله الوسائل كثيرة جدا اللي بتحقق الصلح بين الزوجين. أول حاجة، في حال حدوث أي نزاع بين الزوجين لابد أنه عشان نحن نحقق هذا الصلح، أنا بقصد هنا المصلح بين الزوجين أو الذي يدخل في الصلح بين الزوجين، أول حاجة لابد من تحديد المشاكل بتفاصيلها الكاملة. حدد نقاط الخلاف، حدد نقاط الاتفاق، بعدها ينتقل لموضوع الحل. ولا بد أن تسمع، إذا كنت تريد النجاح في موضوع الصلح لا بد أن تسمع للطرفين. يعني سمعت من الزوج ربع ساعة، تسمع من الزوجة ربع ساعة، سمعت من الزوجة كل التفاصيل تسمع. لا بد أن أنت كمصلح تعدل في الفرص المتكافية بين الزوجين. ثانيا، إذا كنت تريد أنك نتحقق من الوسائل الصحيحة للصلح أو بين المصلحين، لا بد أن تخير الزمان المناسب لإجراء هذا الصلح. نعم. وإضافة لأنه لابد أنه تتخير برضو المكان المناسب، يعني أفضل يكون في بيت الزوجة، أفضل يكون في مكان محايد، أفضل فتشوف شنو المكان المناسب الممكن تجري فيه عمليات الصلح. نعم. ولابد كمان أنك تستخدم الوسائل الملينة للصلح بين الأطراف، والمداعبة، يعني على الأقل يكون في كلام زي ما تقول يهشش المشاكل الواقع بين الطرفين. نعم، ويقصر المسافات بين الزوجين. يقصر المسافة ويوصلنا إن شاء الله. نعم، بالتأكيد. ونحن حنتوقف هنا دكتور الفاتح، وحنطلع لي مع الكنترول في مادة درامية. خلينا نتابع ونرجع لكم أعزائنا المشاهدين. رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية من بعد هذه المشاهد الدرامية، وتعليقك دكتور الفاتح. صراحة المشهد الدرامي فيه طلب للاحتزار من الزوج للزوجة، وأنا بقول أنه خلونا من الاحتزار، خلونا نعرف منه الغلطان في بين الزوجين، وبعدها هو نغلطه ثم ندلف إلى إنهاء إنهاء المشكلة بالصلح بين الطرفين. نعم، ودي الحاجة دي طبعا بتأكيد فيها فوائد كبيرة جدا موضوع الصلح بين الزوجين دكتور الفاتح. طبعا زي ما شفته في المشهد حق تم عرضه قبل شوية، أنه في توتر في المشهد، وذلك لذلك أنه حينما يلجأ الطرفين للصلح بيناتهم تنتهي المشكلة، بينتج عنده فوائد كثيرة جدا جدا بين الطرفين. اللي هو أول حاجة، لو نحن صلحنا قبل ما نلجأ للقضاء بيناتنا، يبقى خففنا العبء على القضاء. بقى ما فيه قضايا كثيرة، يعني بدل ما تنحل أنه مثلا 100 قضية في القضاء انحلت 60 أو 50 في بتحلت خارج نطاق القضاء بالصلح. إضافة لأنه من ضمن الفوائد برضو اللي بنستفيدها من الصلح بين الطرفين، أنه بينشر السلم الاجتماعي في الأسرة. نعم. بنشر السلم الاجتماعي في الأسرة، بحيث أنه الأسرة بتكون عايشة في سلم، وعايشة في ود وحب ومودة. أيضا من الفوائد اللي بيحقق الصلح بين الأطراف، أنه بيخفف حتى العبء على الخصوم فيما بيناتهم. يعني بدل ما نحلحل الصلح بيناتنا بدون المحكمة أو بدون ده، يعني يكون الحل في مثلا
يعني بدأ من نمشي نبذل مجهود ونبذل أموال ونبذل نضيع زمن نحل ونصطلح بين الأطراف في البيت، يعني أحسن من أنه نمشي للمحكمة نخفف. إضافة لأنه حتى الصلح بين الزوجين في ما بيناتهم والتراضي بيحقق نوع من العدالة. كيف ممكن الزوجة تكون مظلومة وتمشي تشتكي للقضاء ويحكموا ليها وهي مظلومة، أو هي ظالمة يحكموا ليها وهي ظالمة، فيبقى هنا ما تحققت العدالة. صح هي حكموا ليك بأنه انت مظلومة أو كذا، لكن حقيقة العدالة ما تحققت. يبقى نشر العدالة وكذا يبقى تكون بالتراضي وبين الصلح بين الزوجين فيما بيناتهم. نعم، نحن حنتوقف هنا وحنرجع لاستكمال هذا المحور دكتور الفاتح، ولكن نستأذنك في مداخلة هاتفية من الدكتورة أسماء محمد الزناتي استشارية نفسية واجتماعية. أهلا ومرحبا بك دكتورة أسماء. أهلا بيكي. أهلا بيكي حبيبتي والسادة المشاهدين. دكتورة أسماء، نحن اليوم وبنتكلم عن الصلح بين الزوجين، من المهم جدا كمان نعرف طريقة الصلح بين الزوجين دكتورة. طيب في البداية أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين، وإن شاء الله بإذن الله يعني يكون طبعا هو في البداية طبعا الصلح ده يعني شيء مهم جدا، يعني حتى الصلح بين الناس هي عبادة عظيمة بيحبها الله عز وجل، تمام كده، فما بالك بقى بالصلح بين الزوجين. يعني فكان من بيت كاد اللي هو يتهدم وكادت الطلاق يقع، ولكن طبعا الصلح يعني هو اللي جه الايه المنقذ، تمام. طيب بالنسبة للطريقة، احنا طبعا بنحب دايما يكون الصلح اللي هو الصلح الودي، فاهمة؟ نعم. يعني الطريقة تكون ودية، مش عايزين محاكم، مش عايزين مشاكل، مش عايزين الأمر يتضخم والحاجات دي كلها. فلو كان القدر المتطاع طبعا هو على حسب المشكلة، يعني لو كانت مشكلة بسيطة نقول والله ممكن ما فيش حد يتدخل أصلا، تمام، ويبقى هي أصلا الأسرة من البداية، احنا عايزين نبدأ بقى من البداية وعايزين نحل بقى من الجذور. فالأسرة من البداية والزوج جاي بس يعني مقدم على الزواج، الشاب مقدم على الزواج والفتاة مقدمة على الزواج، نعرفهم أصول الزواج وأصول هذه الحياة الزوجية لأنها هي رباط يعني إيه عظيم، تمام كده. ففي البداية نعرفهم الأصول أصلا الحياة دي تكون إزاي. طيب لو في خلافات بسيطة تبقى ما يتدخلش حد من الأهل أصلا، والحياة الزوجية دي طبيعة اللي هيكون فيها خلافات لأن الشخصيات أصلا مختلفة، ودي حتة جدا مهمة اللي هم يفهموا طبيعة شخصية الزوج، شخصية الرجل تختلف عن شخصية المرأة، دي كبداية، تمام كده. فبعض طبيعي هيكون في خلافات، وطبيعي هيكون في مشاكل، وطبيعي هيكون في اختلاف في الشخصية، فممكن الحكاية تبقى يعني يقعدوا قاعدة ودية مع بعضهم. فبالأمر ممكن خلافات تكون أكبر من كده، الشخصية مختلفة فيها صراعات بينهم في مشاكل، انت واخدة بالك. بالطريقة لو وصلت بقى اللي هو الحد الأكبر اللي هم ممكن يحلوا خلافاتهم بين بعضهم، فممكن احنا ايه نقول في جلسة صلح، تمام كده. جلسة الصلح دي ممكن لو برضو الأمر كان إلى حد ما بسيط، المشاكل يعني متوسطة، ممكن نختار حد من مثلا حياديين، شخصية مثلا حكيمة، حد من الأصدقاء، ولكن يكون حياديين، يعني لو أصدقاء مثلا يبقى من الطرفين، واخد بالك، واللي هم يحلوه على اساس ممكن مش ممكن مثلا نقول الام تتدخل، ام الزوجه، فيبقى العاطفه بالنسبه لها يعني انت واخد بالك اتجاه بنتها اقوى فتقف جنب بنتها واشياء زي كده، ماشي، او ممكن اب الزوج او الحاجات دي كلها. طيب لو المشكله لا ده فيها عايزين فيها شهود، في مشاكل جامده، في مشاكل بتاثر على الاولاد، انت واخده بالك في زوج بيعمل يعني حاجات تغضب الله، او يعني حاجات مشاكل مثلا يعني لا يرضاها القانون، لا يرضاها الشرع، الحاجات دي كلها، لا ده لازم يكون في تدخل من اللي هو بقى الايه الاقارب او الايه او الاهل بقى، يعني حتى من اهلها وحتى من انت واخده بالك، يبقى في حد من الاهل، اهل الزوج واهل الايه الزوجه، ده لازم اللي هو يكون فيه تدخل في الامر ده. طيب الطريقه بتكون ازاي عشان يكون شهود كمان، وعشان على فكره تدخل الاهل في المشاكل الكبيره جدا بتبقى جدا مهمه وجدا كويسه، يعني هي حسب نوع المشكله ممكن تكون لا ده هيبقى ما فيش عدل قد كده، العواطف هتيجي ناحيه الاهل، يعني اللي هو طبعا الزوجه مثلا اكيد اهلها هيجوا ناحيتها مثلا عاطفيا ويحاولوا اللي هم يبرروا ليها الاخطاء بتاعتها، او يبرروا اهل الزوج الاخطاء بتاعت ابنهم، انت واخده بالك، ولكن في حاجات لازم تكون فيها لو مشاكل اكبر فلازم يتدخلوا، عشان بقى اسباب كتير جدا ممكن اللي هم يكونوا شهود، ممكن يكونوا هو كل اهل على فكره بيبقوا عارفين خبايا ابنهم او بنتهم،
وعارفين عيوبهم وعارفين مميزاتهم، وعارفين لو الزوج كذب على زوجته مثلا او الزوجه كذبت على زوجها، هم عارفين ابنهم كذب ولا لا في النقطه ديت، وعارفين بنتهم هي كذبت ولا لا في النقطه دي. انت واخده بالك؟ ممكن يكون تدخل اهل الزوج مفيد عشان خاطر يعني هم وسيله لرجع ابنهم في شده، هو بيخاف من باباه بيخاف من خاله، انت واخده بالك؟ ممكن يحطوا عليه قواعد، يحط عليه شروط، يحط له مثلا ضوابط او ممكن عقوبات على ابنهم، انت واخده بالك؟ ففي الحاله دي بتكون ايه؟ بيكون تدخل الاهل الزوجه، او ممكن اهل الزوجه مثلا يأدبوا بنتهم يشدوا عليها، بيبقوا هم ادرى يعني ان هم يقدروا يعاقبوها ازاي، او يعني يأدبوها ازاي، او يأدبوا برضو نفس حكايه اهل الزوج ايه؟ ابنهم ازاي؟ إيه طيب بتبقى عباره عن ايه مثلا الطريقه؟ بتبقى الجلوس مع كل طرف، دي مهم جدا على حده. عشان كل طرف يقول اللي عنده، انت واخد بالك؟ ويقول المشكله بوجهه نظره هو، لان سبحان الله هو احيانا بيكون ما فيش مشكله اصلا يعني، او المشكله الى حد ما بسيطه، ولكن وجهه نظره هي مكبره الحكايه، صحيح. او هي فاهمه خطا، او هي مش فاهمه شخصيه زوجها، او نفس الحكايه بالنسبه للطرف الاخر يعني. طيب محاوله ان احنا نحكم عليها بقى وتفهمها بالحياديه، حته الحياديه دي جدا مهمه وجدا صراحه يعني اللي هم الحكم يبقى عندهم الحته دي ويذكروا بعضهم فيها. احنا عايزين نقعد يا جماعه برضو من ممكن من فوائد اللي هو لو كان الحكم من اهل الزوج والزوجه اللي هم يكونوا خايفين طبعا، هو كان اكيد طبعا كل اب عايز اللي بنته تبقى سعيده وتبقى متهنيه، واكيد الاهل ما بيبقوش راضيين بحته الطلاق يعني او مرحبين بيها، فدي حته كويسه اللي هم بيحاولوا على قدر الامكان كل طرف ان هو ايه يعني يلم الموضوع ويلم المشاكل وايه انت واخده بالك يحاول يهدي من المشكله يعني. فالحياديه دي جدا مهمه. وبعدين كده بنجمع بقى بين الرايين وبنقارن بقى، هي بيبقى كده في روايتين، الزوجه بتقول روايه والزوج بيقول روايه، تمام كده؟ طيب بعد كده بنشوف ايه نقاط الخلاف الرئيسيه. ممكن تكون على فكره في حته جدا مهمه، ممكن تكون في نقاط خلاف رئيسيه بتكون غايبه عن الطرفين اصلا، غايبه عن الزوج والزوجه. تبقى اللي هم الحكم دورت، وطبعا لازم يتصفوا بالعدل ويتصفوا بالحكمه. وهما يعملوا ايه بقى؟ يبتدوا اللي هي النقاط دي وبيحاولوا هما يعملوا على حلها ويفرحوا كل طرف بيها. يعني لو في طرف عنده عيب يقولوا له معلش انت عيبك اللي انت عصبي، هي المشكله كلها كانت بسيطه بس عصبيتك مثلا هي اللي كبرت المشكله، لا انت عيبك اللي انت صوتك عادي وبتستفزيه ما بتختاريش الوقت المناسب لطرح المشكله، انت واخده بالك كده؟ يعني يواجه كل واحد بايه؟ بمصارحته. ودي برضو لو كان حد من الاهل فبيبقى عنده اولا المعرفه بعيوب الطرف ابنهم او بنتهم، ثاني حاجه القدره على المصارحه، يعني اصل ممكن لو حد غريب ممكن يتحرج يقول له ده انت مثلا معلش عصبيتك دي ما تنفعش، ما ده بابا عارف اللي هو طول عمره عصبي، ده مامتها عارفه اللي هي طول عمرها عناديه او مجادله او ممكن تكذب شويه فتكذب على الزوج مثلا تقول ده مثلا بخيل وهو مش بخيل، انت واخده بالك؟ فدي حته برضو مهم. طيب بعد كده بقى بيبقى اللي احنا نحاول نقنع كل طرف، دي حته جدا مهمه. يعني نقعد بقى مع مثلا لو انا قعدت مع الزوجه فبقول لها والله ده اللي مثلا ده زوجي بالعكس بيحبك جدا، ده هو اللي طلب اللي هو يصلح مثلا ويفتح باب الصلح، ده حريص جدا ان الحياه الاسريه بينكم تستمر، انت واخده بالك؟ فده فايدته ايه؟ اللي هو بيشعر الطرف اللي هو مرغوب فيه، لا ده زوجي لما بقول للزوجه كده اه ده زوجي لسه باقي عليا، لا ده بيحبني، لان زعيني الزوجه برضو هي عاطفيه، النساء عاطفيات جدا، فممكن لو شخص فيها هو مثلا تنرفز عليها شويه عشان هو جاي من الشغل تعبان مش قصده حاجه، يعني تقول لا ده بيكرهني ده عايز يطلقني ده ما بيحبنيش ده مش عارفه ده عايز يتجوز عليا ده مش كده، يعني خايفه شويه الزوجه وعاطفيه يعني الستات عاطفيين. فلما اقول لها لا ده بيحبك ده هو اللي حريص كذا ده هو بيقول فيك صفات ايجابيه كذا، فتحس ان هي بتهدى. والست برضو اي كلمه طيبه اصلا الكلمه الطيبه صدقه، يعني في اي كلمه طيبه ممكن اللي هي يعني تاكل بعد الست حلوه فعلا فعلا فعلا. وهي الفكره دكتوره اسماء تقريبا يعني ده هو فعلا عنده يا دكتوره اسماء، هي الفكره العامه الحاجات دي جدا يعني مهمه. افتكر يا دكتوره اسماء ان الفكره العامه في دايما في الصلح بين الزوجين. ايه ده هي جت سامعاني دكتوره اسماء؟ في مشاكل كتير قوي لما انا اقول لها اذكري ايجابيات زوجتي، تبقى انا كده بغير مؤشر تفكيرها للتفكير الايجابي،
بعد ما هي جايه لي بتقولي ده الشيطان ده بيعمل فيا عايز اتطلق فيها، شايفاها في صوره شيطان، ولان فعلا الشيطان بيتدخل بين الزوجين والشيطان بيبقى يعني حب اليه اللي هو يوقع بين الزوجين يعني، انت واخده بالك؟ فلما اقول لها كده يعني كده بخلي مؤشر تفكيرها بدل ما بتفكر تفكير سلبي للزوج ده تفكر تفكير ايجابي. لا ده ايجابي. دكتوره اسماء انا عايزه اتاكد انه انت سامعاني، يمكن تلاقي حاجه كويسه. هل انت سامعاني دكتوره اسماء؟ طب يا بنتي ما تيجي نوازن. طيب ما هو في سلبيات، ما هو لازم يكون في سلبيات لانه هو بشر مش ملاك، بس في ايجابيات. طب ما تيجي نستحمل شويه، ممكن اللي احنا الايجابيات دي تخلينا نتغاضى حبه. طب ممكن برضو اسال الزوجين، ودي حته جدا مهمه طبعا، بيبقى كل واحد على حده يعني. هي ايه السلبيات زي ما بقول لهم ايه الايجابيات؟ طب هي تقول بس يا دكتوره انا جايه دلوقتي عشان اقول لك على المشاكل وعلشان اللي بيعملوا، اصل في حاجات مش طايقه استحملها. اقول لها طب حبيبتي انا معاكي برضو مفيش مشكله، طب ايه السلبيات اللي فيه وانت مش قادره تستحمليها؟ انت خلاص صدقي اللي هي جايه بتقول انا عايزه اتطلق ومش قادره استحمل وهتضحي بالاولاد وهتهدم الاسره و و و، طب ايه السلبيات اللي انت مش قادره تستحمليها؟ تقول لي والله ده في كذا وكذا. طب ايه السلبيات اللي انت ممكن تستحمليها تتغاضي عنها؟ نحط قدامها الايجابيات ونقول ها يلا، ما هو بشر، ما هو مش ملاك، انت واخده بالك؟ فتقول لي اه في سلبيه كده بس انا ممكن اطنشها. يبقى دي انا بكتبها عندي طبعا، النقاط دي كلها بكتبها عندي، وباللي انا بعد كده لما اقابل الزوج اقول له والله بص في الحته دي هي مش قادره، فانت اللي حاول تغير من نفسك. لازم الطرفين يحاولوا يغيروا من نفسهم، هم اصلا شخصيتين مختلفتين، طباع مختلفه، صفات مختلفه، عايشين في بيئه مختلفه، كل واحد جاي من بيئه وبعد كده بيجتمعوا مع بعض. لازم هيكون في بعض التنافر في حاجات، بعض اختلاف في اراء، بعض الصفات المتباينه والمختلفه. فيعني لازم كل الطرفين يحط في دماغه ده برضو دور الاب والام من كل اسره، سواء اب وام الزوج او الزوجه، لما يقولوا لهم انت رايك على بيت هتلاقي واحده مختلفه. وبعدين في حته جدا مهمه، احنا دايما بنوصي الزوجه الزوجه الزوجه، برضو لازم نوصي الزوج، انت هتاخد بنت ناس عايشه في وسط اهلها بياكلوها ويشربوها، مش ناقص اكل ولا شرب ولا لبس ولا ناقص اي حاجه، فلازم تعاملها في تقدير، في احترام، دي في مراعاه لمشاعرها، في فهم لشخصيتها. اقرا وادرس وشوف دورات واعرف دي اسرتك، ده كيانك، ده الرحمه والموده اللي بينكم، ده يعني هقول ايه بيت الاسم بتاعكم. لازم اللي انت كمان تخطط ازاي تكون حياتكم سعيده، ازاي تفهم هذه الفتاه اللي انت ما عشتش معاها وصفاتكم مختلفه، فتشوف لو زعلت وتكلموا مع بعض على كده في فتره الخطوبه بصراحه مع بعض، لو زعلت تصالحك ازاي، لو زعلتي ايه اللي المفروض يكون، ويعني نحكي مين من اهلنا لو كان، اختاروا مع بعض وادرسوا مع بعض وشوفوا لازم هيتقابلوا مشاكل ونحل ازاي المشاكل والحاجات دي كلها. تمام كده؟ طيب انا هقول لكل واحد ايه هي ايجابياتك، تمام، عشان دي بتهديه نفسيا شويه، يعرف الطرف الاخر لا والله ده في ايجابيات كذا في كذا. ايه هي السلبيات اللي ما تقدرش اللي انت تستحملها في زوجتك؟ برضه نفس الحكايه، اقول لها لا معلش هو بصراحه عنده حق، انت بتكذبي، والكذب ده طبعا حاجه تضايق اي حد يعني، حاجه ما تخليش الانسان يعني معلش يعني الانسان اللي بيكذب مثلا ما يبقاش الواحد ما يديهوش الامان، ما يستامنوش، ما كل حاجه ما مش عارف بقى انت اللي بتقوليه ده صح ولا غلط، مثلا انا بضرب مثال يعني، او ممكن يكون الزوج هو اللي بيكذب وهكذا. فلا الصفه دي صفه ما معلش بتضايق جدا ولازم تغيريها، ولازم الصدق عشان حتى في الصلح يعني ربنا يبارك لكم في الصلح ده، انت واخده بالك؟ لازم اللي انت يعني تبقي صادقه في الكلام، ما تقعديش تقولي عليه ده بيعمل وبيسوي وهو ما بيعملش، او انت تقول عليها وهي مثلا لا ما بتعملش اللي انت بتقول عليه وهكذا. يعني حتى الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. يعني انت فعلا نيتك في الصلح، ولا جايه عماله تقولي ده بيعمل وبيسوي وهو ما بيعملش الحاجات دي، او انت جايه بتقول ده بتعمل وبيسوي وهي ما بتعملش الحاجات دي؟ يبقى لازم نيتهم الاثنين برضو في طريقه الصلح نقول لهم كده وننبههم، لازم نيتكم تكون الصدق، ماشي، صدق النيه اللي انتوا عايزين فعلا تصلحوا، واللي انتوا عايزين فعلا يعني تستمر الاسره دي عشان ما تتفككش. فلازم ما فيش حد يقول على حاجه، على حد حاجه ما حصلتش، او صحيح صحيح دكتوره اسماء، يعني هو دايما ممكن يكون الكلام السيء او الجارح بين الزوجين بكون بيترك اثر. ونحن سعيدين جدا دكتوره اسماء محمد الزيناتي من واقع تخصصك، طبعا كل المعلومات والواقع اللي اخذناها منك، وان شاء الله في
في مداخلة ثانية وحلقة ثانية في مواضيع متجددة، وبالعودة لضيفنا من داخل الاستوديو الدكتور الفاتح اليسع مستشار القانوني، والحديث أيضا دكتور الفاتح عن أركان عقد الصلح بين الزوجين لينعقد صلح صحيح أو عقد صحيح. أحيي المداخلة من ضيفتك، صراحة غطت على جزء كبير من الوقاية المطلوبة، وفيما يخص السؤال المهم جدا اللي هو عقد الصلح. نعم. أول حاجة، إذا كان طبعا نحن لما نتكلم عن الصلح بين الزوجين بنتكلم عن المشاكل الكبيرة والمشاكل الضخمة، مش المشاكل البسيطة. فلا بد أنه إذا مثلا الزوجة ولا الزوج هو عايز يصطلح، لا بد أنه يعني يكون هو شخصيا أصالة، لو ولا إذا عايز الصلح ده يكون صحيح، لا بد أنه يوكل توكيل رسمي أو صحيح حتى ينتهي الصلح على سلامة. إضافة لأنه الشروط الخاصة بصحة الصلح هي أنه لا بد أنه يكون السبب والمحل، السبب والمحل دي الأركان الرئيسية، والتراضي بين الأطراف لا دي الأركان الرئيسية لعقد الصلح حتى ينعقد هذا العقد عقدا صحيحا، ويكون الصلح ده معمول به وساري ومفعول. نعم. الله يسلمك. طب دكتور يعني الفاتح، شنو هي الأغلاط اللي ممكن تكون منتشرة دائما في موضوع الصلح بين الزوجين؟ والله بالنسبة للأغلاط، نعم، دائما مثلا بيكون يعني صادر من شخص، ما هو مثلا الأب يقول أنه أنا بنتدي مثلا، يصدر تصريح منه بإسماء وهي تجي تقوم تقول له لا أنا ما موافقة، يبقى هنا الصلح انعقد باطل. نعم. فده بيكون لابد أنه يصدر ممن هو ممثل تمثيل صحيح في الصلح. نعم. طب هل هناك دكتور شروط واضحة لازم تتوفر لانعقاد الصلح بين الزوجين؟ زي ما تفضلت أنه الصلح عشان يكون صحيح لابد أنه يكون السبب المذكور بين الأطراف والمحل صحيح وهكذا. نعم. ولكن لا توجد شروط محددة لإنعقاد الصلح، فقط هو توافق الزوجين على الصلح، وبكذا بيكون تم الصلح. صحيح. نعم. جميل جدا. جميل جدا. طيب يعني نحن بنتكلم عن دائما انواع الصلح زي ما انت تفضلت دكتور الفاتح، وذكرت انه في الصلح القضائي وفي الصلح الودي. لما تتفاقم الامور وتصل الى مرحله المرحله القضائيه، هل العوده الى بيت الزوجيه بالنسبه للزوجين الموضوع ده ما ممكن يسبب لهم خرش في حياتهم؟ والله سبحان الله، يعني بالنسبه طبعا موضوع الصلح والتراضي بعد المحكمه اللي هو نجي نسميه انه يكون في حكم قال للزوجه دي ترجع البيت، نعم، بعد مشاكل وعناء المحكمة صدرت، يعني هنا النظام استثنى أنه ما يطبق هذا الشرط، في النهاية يرجعوا للزوجة لو هي عايزة ترجع، ولا يبقى الحكم ده ما عنده أي قيمة. نعم. صدر حكم ما عنده أي قيمة وغير نافذ. نعم. في حق الزوجة، فبنرجع لتراضي الزوجة ورضا الزوجة في الرجوع لبيت الزوجية حتى إذا صدر حكم من المحكمة أو من أي جهة كانت، خاصة في موضوع الرجعة. نعم. أما الشروط الثانية تكون نافذة، شروط المالية غير المالية بتكون نافذة بين الطرفين. نعم. ولكن شروط الرجعة دي بتتوقف على موافقة الزوجة في المقام الأول. صحيح. نعم. جميل جدا. طيب دكتور، يعني هل هناك نصائح مثلا للإصلاح بصفة عامة بين الزوجين المتخاصمين، إجراءات المفروض يتبعوها لتقريب المسافات مثلا؟ والله أول نصيحة بقول لهم عدم الزج وإدخال الأطفال البينات في المشكلة الزوجية، لأنه أكثر ما يؤلمني إدخال الأطفال في المشكلة ويكونوا مع طرف ضد طرف ثاني. صحيح. فأنه هو الابن ده مشترك بيناتكم، ما يكون منحاز لطرف، أو بالعكس ممكن تشكل جريمة في أنه تحريض الطفل
أو الزج به وفي مشاكل وما عنده فيها علاقة وما عنده فيها وما هو طرف فيها. نعم. الحتة دي مهمة جدا كنصيحة للزوجين اللي هم عايزين يدخلوا في موضوع الصلح. فعلا. الشيء الثاني لابد أنه يخطوا في بال أنه دي حياة زوجية ووساق قوي. فهم زي ما يعني هم كانوا اثنين حيتفرقوا بعدين اثنين حيكونوا مع بعض أول اثنين وحيتفرقوا كيف؟ يعني الآن بيكونوا لما هم يتزوجوا الزوجين نفرين بس اللي هو زوج وزوجة بيقوموا يلدوا أطفال الأطفال يتخرجوا وكل الأولاد كل واحد يمشي في حاله حيخلوا الزوجين براهم عشان كده حتكون المسافة دي يعني زي ما بدوا اثنين بينتهوا اثنين. نعم. عرفت كيف؟ صحيح. فلا بد أنه الوضع في الاعتبار هذه الحياة المقدسة وأنه لا بد أنه يراعوها ولا بد أنه يدفعوها للأمام. نعم بالتأكيد. ويعني أنت أشرت لحتة نقطة مهمة جدا اللي هي مشكلة الأبناء. دائما الأبناء يعني نفسيا الموضوع طبعا واجتماعيا بيضرهم جدا منه مشاهدة أحد الأبوين في عراك أو في شجار. من الطبيعي أنه الطفل يكون مع 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 طرف ضد الآخر وده بالتأكيد ما لمصلحة الطفل في كل الأحوال. صحيح. نعم. ما يكون في زج بالأطفال في المشكلة الزوجية نهائيا لا من بعيد لا قريب. جميل جدا جميل جدا. ونحن عودنا الاتصال مع دكتورة أسماء محمد الزيناتي. دكتورة أسماء أهلا بك مرة ثانية. أهلا بك حبيبتي. أهلا بك دكتورة. يعني بالنسبة للمعلومات والحقائق اللي أخذناها عن طريقة الصلح بين الزوجين طبعا من واقع تخصصك، الآن نحن حابين أنه نحن نتكلم كمان عن قواعد لابد من اتباعها في مسألة الصلح بين الزوجين. إيه تمام. وانا اقول لك بعض القواعد كده منها مثلا، ودي حاجات مهمه لان بيجي لي استشارات كتير جدا في العياده عندي بيبقى في مشاكل فيها، اللي هي مثلا الامور على سبيل المثال مثلا الامور الماليه، فلابد ان يكون في ضبط للامور الماليه كتابه يعني، لابد ان يكون في ضبط للامور الماليه بالكتابه، وخصوصا الزكاه المظلوم هي المراه يعني، وممكن ما يكونش لديها مثلا اثباتات على مثلا مساعدتها لزوجها، انت واخده بالك، الا مجرد مثلا حوالات بنكيه بتيجي الحاجات دي كتير، تقول انا وقفت جنب زوجي انا ساعدته انا دفعت له مش عارفه ايه، وفي الاخر بينكر كل الحاجات ديت او جاي عليا او عايز ياخد، انت واخده بالك، في ظلم لها ماليا يعني. برضو من ضمن القواعد في الصلح مثلا من قاعده اللي هو الصمت عند الصلح مثلا، اللي انا ده خلاص دي ساكته يبقى هي راضيه تبقى هي موافقه على الصلح مثلا، ده لا ده برضو خلل بصراحة في لازم في الصلح اللي احنا الاثنين يقولوا تمام احنا يعني راضيين، وما يكونش في حد صامت مثلا، ما يكونش في حد مثلا الزوجة مثلا تصبر صمتها، ده بس يكون دليل على صبرها مثلا على زوجها عشان خاطر الاولاد مثلا، وهو ما اعترفش ان هو غلطان، لا المفروض اللي لو في طرف مخطئ لازم يعترف ولازم يعتذر ولازم يتعهد ان هو مش هيرجع للاخطاء اللي بيقع فيها دي سواء كان الزوج او الزوجة. ما نحكمش على احد الطرفين او ليه سواء كان ليه او عليه الا لما نسمع الطرف الاخر تماما، ده مهم جدا. وطبعا زي ما قلنا الرجل لو مثلا كان اخطا يبقى مثلا اخطا في حقها اهانها ضربها مثلا قدام اولادها، يبقى لابد ان هو يعتذر ليها قدام اولادها يرد لها. لو هي مثلا اخطات مثلا في والدته مثلا زعقت في والدته مثلا تبقى لابد اللي هي تعتذر لوالدته. برضو بتجي لي مشاكل في واحده كانت كل المشكله عايزه تتطلق فعلا عايزه تتطلق عشان خاطر مامته بتتدخل في حياتها، فهي زعقت لها او قالت لها مثلا اشياء ما ينفعش تقولها او الحاجات دي كلها، يبقى في حدود يعني. برضو لو رجعنا يعني يبقى في حدود في التدخل الاهل او مثلا علاقات الاهل وهم وحاطينها اصلا قواعد مثلا والدتي مثلا ما تتدخلش في حياتنا سواء تبقى والدة الزوجة أو الزوج يعني إلا في كذا كذا، لأني أحيانا أم الزوجة أو أم الزوج تتدخل بطريقة لا طليق. أنت واخدة بالك دي كلها قواعد لازم إن إحنا ناخد بالنا منها. برضو لو الخلل مثلا من جهة الزوجة طلعت الزوجة هي الغلطانة، يبقى أفضل إن هي تطرق الزوجة أهلها فقرة. يبقى ليه بقى؟ عشان خاطر انت غلطانه، تبقى انت لا ما تروحيش ما تقوليش انا اسفه وتعتذري وتروحي مع زوجك على طول، لا تقعدي في بيت اسرتك فتره
عشان تحس بقيمه الاسره، تحس بقيمه بيت الزوجيه، قيمه الزوج ده، يعني اكنها ممكن عقاب ليها او حاجه تهديديه، انت ممكن تتحرمي من بيت زوجك ده على طول. فلا ما تخطئيش، لازم انت واخده بالك. وفي الفتره دي اكيد طبعا الام والاهل وكده بينبهوها، يعني بيعرفوها خطأها وبينصحوها، يعني بيوجهوا لها نصيحه في الفتره دي، وعشان كمان الامور تهدى بينهم اكتر ويحصل فيه ده. حتى ممكن نقول نفسيا لو الدنيا اتأزمت بين الزوجين مش لازم يجيبوا حكم مثلا يعني، ولكن ممكن نقول لها روحي مثلا عند اهلك، مش لازم يكون خصام او غضب يعني، روحي عند اهلك يومين كده، هو يهدى نفسيا من ناحيتها، هي تهدى نفسيا، وهكذا يعني. برضو من القواعد اللي لازم الرجال، وخصوصا دي جدا في نسبه كبيره من الرجال بيكون يعني فيهم الصفه السلبيه دي، اللي هو بيظن ان الزوجه ما لهاش حق في نصيحته، يعني في عيوبه، تقول له انت عندك عيب كذا او انت كذا، او ترفض مثلا كلامه او ترفض رايه، يعني هي بس تيجي هنا انت مجرد ان انت تاكلي وتشربي وما تعترضيش، انا اخذ القرار لوحدي، انا راجل البيت. طب استشيرها مثلا يعني، ما فيش مشكله يعني، يكون في مشاوره. دي على فكره بتجيلي مشاكل كتير جدا منها، تقول انا حاسه ان انا زي القادمه مثلا، فدي برضو حته جدا مهمه، لازم يكون في قواعد. لا هي انسانه ليها حقوق، ليها رايها، ليها كذا، تحاول انت تستشيرها، تاخد رايها، وهكذا يعني. دي بعض القواعد يعني عشان بس وقت البرنامج. نعم جميل جدا دكتورة أسماء. وبالنسبة لفوائد الصلح، يعني نحن حابين أنه نتكلم كمان عن فوائد الصلح للزوجين المتخاصمين، من باب أنه نقدر أنه نحن نقرب المسافات بين الزوجين وفي أقل من دقيقة. دكتورة أسماء ماشي حبيبتي، هو والله يعني ما فيش احسن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصدق والصلاه، اي درجه الصيام النافله والصلاه النافله. فقال ابو الدرداء: بلى يا رسول الله. قال: اصلحوا ذات البين. يعني طبعا الصلح مهم جدا، ويعني طبعا الناس اللي بتمشي في الصلح ده هم ناس عندهم نفوس عاليه وراقيه، لانهم بياخدوا يعني جزاء كبير جدا من ربنا، وفضل الصلح فضل كبير. ولابد اللي برضه نفس الحكايه، الزوج والزوجه كلا الطرفين يسعى للصلح من اجل الاولاد. فوائد الصلح جدا مهمه، طبعا بننقذ زوجه من مشاكل نفسيه او زوج من مشاكل نفسيه، على فكره الاثنين بيتعرضوا لمشاكل نفسيه بعد الطلاق ده اكيد. بننقذ اسره من التفكك، بننقذ اولاد من الضياع، دي كلها فوائد للصلح يعني، سواء كان الضياع النفسي، سواء كان الضياع الاجتماعي، سواء كان ممكن الضياع الاخلاقي كمان، الاسره بتكون مفككه. انت واخده بالك؟ فدي الصلح طبعا اكيد 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 افضل من الطلاق. في احيان كتير طبعا، احنا مش هنقول الطلاق حرام، لان يعني ربنا ما يعني ما مش حرم ما احل الله، الطلاق حلال، ولكن يعني ابغض الحلال عند الله الطلاق. فهو بيكون هو المرحله والحل الاخير يعني، لو ما فيش حلول خالص، ولكن احنا بنجتهد ان احنا يبقى في حل واثنين وعشرة و100 حل عشان الاسره دي تستمر، والاسره دي ما تتفككش يعني، يريد اصلاحا ويوفق الله بينهما. فاحنا بنتمنى طبعا ان البيوت يعني تبقى يعني سبحان الله، تبقى فيها السكينه، تبقى فيها الموده، تبقى فيها الرحمه، وبنسعى للحفاظ على البيوت من الاضطرابات، سواء كانت اضطرابات نفسيه او اجتماعيه، واكيد في مشاكل كتير بتواجه الزوجه او الزوج. طبعا ما فيش وقت بس يعني الواحد يعددها، ولكن اكيد بتواجههم مشاكل كتير، بتواجه مشاكل كتير الاولاد، سواء كانت دراسيه، سواء كانت نفسيه، سواء كانت عقليه، احيانا والله بيحصل كمان، سواء كان اخلاقيه، بيحصل كتير مشاكل الاولاد. مش عايزه اقول اللي نسب الطلاق بتبقى كبيره جدا في الاسره المفككه، يعني مثلا على سبيل المثال الزوجه البنت لو والدها ووالدتها يعني طلقوا، هيبقى هي بالنسبه لها لما تتزوج هيبقى الطلاق بالنسبه لها سهل. النسب الكبير جدا في الطلاق بتلاقيها، الاقيها الطلاق بالنسبه لها سهل جدا، ويا بنتي طب بالراحه، طب ما وكذا، ونحاول ان انا انصحها، اقول لها طب والدك ووالدتك ايه، تقولي مطلقين، فبقى الامور بتبقى اسهل. لذلك احنا عايزين بالعكس نوجه الاسر المسلمه والاسر العربيه ان الطلاق ده فيه يعني من وراه بيجي مشاكل كتير جدا وسلبيات اكتر من ايجابياته، فاللي احنا نحاول نتماسك لكل زوج ولكل زوجه، لو الاثنين تعاونوا مع بعض ان هم يتماسكوا ويحافظوا على كيان الاسره ويحافظوا على كيان الاولاد،
ويحاولوا اللي هم دايما يتفاهموا بعضهم ويصلحوا ما بينهم وبين بعضهم، ان شاء الله باذن الله باذن الله هتبقى باذن الله دكتوره اسماء، هتقل عدد الطلاق والمشاكل اللي احنا بنسمعها باذن الله. دكتوره اسماء محمد الزيناتي، استشاريه نفسيه واجتماعيه، سعيدين جدا لهذه المداخله، وان شاء الله نلقاكي قريب من داخل الاستوديو. شكرا لك مره ثانيه، وشكر كمان لضيفنا من داخل الاستوديو الدكتور الفاتح اليسع، مستشار قانوني. شكرا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا في حلقه اليوم، وشكر لكم ايضا مشاهدينا الاعزاء على حسن المتابعه، وايضا الشكر موصول للكاست العامل على حلقه اليوم في الاخراج هشام يوسف واحمد نجمه، وكاميرا كنترول ناصر لانكي، اعداد هويدا التوم، مهندس الصوت محمد حسبو، مونتاج عز الدين سعدابي، وجرافيك محمد عصام، في البث احمد الريس ومحمد فؤاد، وفي التحرير احمد طه. شكرا لكم جميعا، ان شاء الله نتلاقى بكره في حلقه جديده. كونوا بخير وبصحه وبعافيه، في امان الله.